النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. أهلا بكم. أمن طرابلس هذه المرة ليس اشتباكا بين مسلحين في منطقتين، بل هو بين مسلحين والجيش الذي يعمل لمواجهة الإرهاب. قيادة الجيش أمرت بضبط الوضع بشكل نهائي والقضاء على أي مخطط لفتنة أو لخروج عن الشرعية. الجيش ليس وحده، ففاعليات طرابلس أكدت في اجتماعين تمسكها بالأمن الشرعي ورفضها لأي سلاح غير شرعي. على هذا الأساس يواصل الجيش ومعه القوى الأمنية العمل لإعادة الاستقرار إلى طرابلس والشمال. الرئيس سعد الحريري أكد على وجوب دعم الحكومة والجيش والتمسك بالأمن الشرعي وضرورة تحصين الاستقرار. الاشتباكات في طرابلس كانت مع مسلحي داعش في الأسواق القديمة وهم انسحبوا، وكانت الاشتباكات معهم أيضا على أوتوستراد المني المحمرة حيث استشهد عسكريان، ولاحقا انسحب المسلحون أيضا من هناك تحت ضغط الصد العسكري لهم. التوتر الذي حصل في طرابلس كان على خلفية عملية الجيش في عصون وتوقيف مسؤول المسلحين أحمد مقاطي، إلا أن الجيش كشف مخططا لربط طرابلس بتوترات المنطقة، وقد أكدت الفاعليات طلبها إلى الجيش أن يتصرف على أساس أن أهالي طرابلس أهله الذين يقفون خلف الشرعية والأمن الشرعي. وأثناء الاشتباكات حصلت مساعي انسحب بعدها المسلحون من الأسواق القديمة ذات الأحياء والشوارع الضيقة، ودخلت وحدات من الجيش وسط ترحيب الأهالي الذين عاشوا كبوسا لساعة طويلة. للاطلاع على الوضع الآن في طرابلس نحن على اتصال مع مندوبنا عبد الكريم فياض. عبد الكريم يعطيك العافية. نعم توني. يعني ما الأجواء في هذا المساء في طرابلس؟ ألو تسمعني توني؟ نعم عبد الكريم، ما الأجواء في طرابلس هذا المساء؟ توني أبدأ معك مما يجري في هذه الأثناء في منطقة باب التبانة التي تشهد اشتباكات بين مسلحين وعناصر الجيش اللبناني، وتحديدا عند دوار أبو علي حيث قام مسلحين باستهداف دورية للجيش اللبناني هناك. إذن في هذه الأثناء لا تزال اشتباكات مستمرة في محلة باب التبانة دوار أبو علي. أما بالنسبة للمناطق التي كانت مصرحة لاشتباكات طوال اليوم أي في الأسواق الداخلية للمدينة، الجيش اللبناني بسط سيطرته بشكل تام على هذه الأسواق وعمل على الانتشار داخل الأسواق، وقام بملاحقة المسلحين وبتوقيف مطلوبين وبمصادرة كمية كبيرة من الذخائر والمتفجرات. وهو اليوم كان أحكم السيطرة على هذه المناطق بشكل تام من خلال فرض طوق عسكري كبير ومن خلال كثافة النيران، وما أن تراجع المسلحون حتى تقدمت وحدات الجيش وبسطت سيطرتها في المنطقة. أود أن أشير أيضا إلى أن ثمة اشتباكات تدور في هذه الأثناء في منطقة المنية، حيث تقوم وحدات الجيش اللبناني بملاحقة المسلحين الذين استهدفوا ملالة للجيش اللبناني ظهرا، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى للجيش اللبناني. في هذه الأثناء تقوم وحدات الجيش بملاحقة المسلحين داخل البساتين في منطقة المنية وتحديدا في بحنين، حيث تعمل على تمشيط هذه المناطق أي البساتين وتطلق النار على المسلحين تعمل على مطاردتهم. إذن الوضع في مدينة طرابلس بإمكان نقول أنه تمت السيطرة عليه بشكل مباشر. الجيش اللبناني استعاد قدر وضع يده على الوضع الأمني في مدينة طرابلس، أوقف مسلحين صادر كميات من أسلحة يتعقب سعر المسلحين الفارين، إنما هناك لا تزال بعض الجيوب مثلت بإطلاق بعض المسلحين النار في باب التبانة، وتمثلت أيضا بتحريك مجموعة على تنسيق مع مسلحي طرابلس في منطقة المنيا، ويعمل الجيش على ملاحقتها وتوقيف عناصرها. نعم طونو. شكرا عبد الكريم، حدثنا من طرابلس وسنكون معك في رسالة أخرى في النشرة الليلية. الصورة الميدانية في الأسواق القديمة لطرابلس فجر اليوم وقبيل الظهر في هذا التقرير. لا تزال الأجواء ملبدة في طرابلس بعدما دخلت القوى الأمنية إلى الأسواق الداخلية للمدينة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين منذ أمس الجمعة، وسيطرت القوى الأمنية على الوضع ميدانيا، ووردت معلومات عن فرار المسلحين إلى جهة مجهولة فيما انحصرت الاشتباكات في منطقة بحنين المني بين الجيش ومسلحين التابعين لخالد حبلص. وقد دخلت فرق الإسعاف إلى مناطق الاشتباكات بعد سيطرة القوى الأمنية عليها، وعملت على سحب المصابين وبعض جثث المسلحين التي انتشرت في المكان. وقد دعت هيئة علماء المسلمين بعد اتصال مع وزير العدل الشفريفي وقيادات المدينة الإعلاميين إلى الدخول إلى أماكن المواجهات لإظهار الصورة بأن المسلحين قد انسحبوا من الشوارع
التي شهدت مواجهات عنيفة منذ ليل أمس. وأعلنت قيادة الجيش في بيان في وقت لاحق استشهاد 2 من عناصرها وإصابة عدد آخر جراء اشتباك مع مجموعة مسلحة في المحمرة عكار. وكان التوتر الأمني قد عاد أمس الجمعة إلى طرابلس من جديد حين تحركت بعض المجموعات المسلحة مستهدفة الجيش اللبناني في المدينة. ورد الجيش على اعتداءات المسلحين وخاض معهم اشتباكات عنيفة امتدت من أمس الجمعة حتى اليوم السبت، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية خصوصا في الأسواق القديمة في المدينة، حيث أوقع عددا كبيرا منهم بين قتيل وجريح. وأعلنت قيادة الجيش عن إصابة 8 عسكريين بينهم ضابط وعدد من المدنيين خلال الاشتباكات التي تدور منذ مساء أمس في أسواق طرابلس العتيقة مع عناصر مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ومع اندلاع شرارة الاعتداء على الجيش في طرابلس عاد اسم المطلوب شادي المولوي إلى الأضواء، فقد نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر عسكري أن المجموعة المسلحة التي بدأت المعركة ضد الجيش في طرابلس أمس يقودها شادي المولوي وأسامة منصور. إلى ذلك تتابع قوى الجيش مهاجمة المجموعات المسلحة في محلة الزهري طرابلس وتضييق الخناق عليها وتنفيذ عمليات دهم للمباني المشتبه بها، حيث دهمت منزل الإرهابي الموقوف لدى الجيش أحمد سليم ميقاطي الملقب بأبو بكر وأبو الهدى، وضبطت بداخله كمية كبيرة من المتفجرات يعمل الخبير العسكري على تفكيكها ونقلها إلى مكان آمن ليصار إلى تفجيرها لاحقا. من جهة أخرى أحبطت قوى الجيش محاولة مجموعة مسلحة خطف 5 عسكريين خلال توجههم إلى مراكز عملهم في محلة المحمر عكار، وقامت بملاحقة المسلحين والاشتباك معهم حيث أوقعت عددا من الإصابات في صفوفهم. قيادة الجيش في بيان لها حيت فعاليات مدينة طرابلس وأبنائها على وقفتهم إلى جانب الجيش ودعم مهمته، وتؤكد مضيها قدما في عمليات العسكرية حتى القضاء على المسلحين ومنع جميع المظاهر المسلحة في مدينة طرابلس تمهيدا لعودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية. وفي إطار عمليات العسكرية المتواصلة في بعض أحياء مدينة طرابلس، دهمت قوى الجيش منزل الإرهابي المطلوب ربيع الشامي في محلة دفتر دار، حيث أوقفته وعثرت بداخل المنزل على كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال، بالإضافة إلى مخزن يحتوي على معدات طبية كان يستخدمه المسلحون لمعالجة المصابين منهم. وزير العدل الشفريفي أكد بعد اجتماع في دارته في طرابلس عدم الانجرار إلى الفلتان الأمني، مشددا على أن طرابلس بيئة حاضنة للجيش، ووفد هيئة العلماء المسلمين يبلغه قرار المسلحين بالانسحاب من شوارع منطقة الأسواق القديمة. وزير العدل الشرفريفي شدد بعد اجتماع في دارته في طرابلس ضم عددا من نواب كتلة المستقبل على أن طرابلس ليست ساحة صدى لما يحصل في سوريا والعراق، مؤكدا عدم الانجرار إلى الفلتان الأمني، وطرابلس هي مدينة حاضنة للجيش، لافتا إلى التشاور المستمر مع الرئيس تمام سلام والرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة لحفظ أمن المدينة. أي تحرك مسلح خارج إطار السلاح الشرعي هو مدان من قبلنا، لا نغطيه ولا نؤمن له أي بيئة حاضنة نهائيا. نحن بيئة حاضنة للدولة اللبنانية، للجيش اللبناني، للقوى الأمنية الشرعية فقط لا غير. أقول للجميع لن ننجر إلى حالة فلتان أمني. نحن دائما كنا ضد الدويلة ورهاننا على الدولة فقط غير، سنبقى مع الدولة فقط غير. أي سلاح غير شرعي لن يلقى غطاء منا، أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية الرسمية لن يلقى غطاء منا نهائيا. ريفي لفت إلى أنه قد يدعو المجتمع المدني في المدينة للتشاور لمعرفة ما هو الموقف للحفاظ على أمن طرابلس، مؤكدا العمل على تفكيك هذا اللغم ولن ننجر إلى حالة فلتان أمني. ريفي التقى بعد ذلك وفدا من هيئة العلماء المسلمين بحث معهم في أوضاع المدينة. الهيئة أبلغت الوزير ريفي قرار انسحاب المسلحين من الأسواق القديمة ومغادرتهم إلى جهة مجهولة. كذلك عقد اجتماع قبيل الظهر لفعاليات طرابلس في دارة المفتي الشيخ مالك الشعار، وكان تأكيد على الثقة الكبيرة بالجيش والدعم لكل خطواته، إذ أن طرابلس لا ترعى أي فئة إرهابية. بعد إرجاء المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي كان مقرراً السبت في طرابلس بسبب الأحداث الأمنية، اجتمعت فعاليات المدينة في دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، تم في خلاله الاتصال برئيس الحكومة تمام سلام لوضعه في الأجواء، وتم التبادل في الخطوات التي يجب أن تتخذ. وبحضور الجهات الأمنية تم التأكيد على دعمهم للجيش وللقوى الأمنية مع الخطط التي يرونها مناسبة. ودعا المفتي الشعار في بيان بعد الاجتماع الهيئة العليا للإغاثة إلى أن تتحرك من أجل إغاثة المنكوبين وتأمين السكن لهم. الجميع
أعلن موقفا واضحا دعما لكل الخطط الأمنية ودعما لكل الخطوات التي تؤدي إلى استقرار البلد وأمن المواطنين. بقي علي أن أشير بأنه لابد لهيئة الإغاثة من أن تتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المنكوبين وتأمين السكن والمدد لهم حتى يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من حياتهم. ثقتنا كبيرة بالجيش وحكمته. وكان الرئيس نجيب ميقاتي دعا بعد الاجتماع إلى التعاضد، مشددا على أن طرابلس لا ترعى أي فئة إرهابية. أكدنا مجددا أن طرابلس لا تقبل ولا ترعى أي فئة إرهابية، وبنفس الوقت تدعم الجيش بمواقفه لكي يعود الأمن واستباب الأمن في المدينة، مع أخذ بعين الاعتبار المحافظة على أرواح المواطنين البريئة والمحافظة على الأسواق التجارية التاريخية، وعلى المسلحين أن يكونوا أن يعلموا تماما أن كل طرابلس تريد الأمن وتريد دائما أن تكون تحت سقف السلطة الشرعية. وكان تأكيد على وجوب إيجاد الأسلوب المناسب لإجلاء المدنيين حفاظا على أرواحهم. الرئيس سلام يؤكد عدم السماح لحفنة من الإرهابيين بأخذ الطرابلسيين أسرى خدمة لأهداف ليست في صالح لبنان ووحدته واستقراره. أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء في طرابلس، وإذ شدد على أن طرابلس ليست متروكة، دعا طرابلسيين وجميع اللبنانيين في هذه الأوقات الصعبة إلى الإيمان بدولتهم وبمؤسساتها الشرعية التي هي السبيل الوحيد لخلاص الجميع. جاء ذلك في بيان أصدره سلام تعليقا على أحداث طرابلس، وقال فيه: بعد العملية الأمنية النوعية الناجحة التي قام بها الجيش في الضنية والتي جنبت طرابلس والشمال عمليات إرهابية خطيرة، فوجئ اللبنانيون بسلسلة من أعمال الإخلال بالأمن والاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية في عاصمة الشمال بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وإعادة طرابلس وجوارها إلى حال التسيب التي كانت سائدة في الماضي. وإذ ثمن المستوى العالي من المسؤولية الوطنية الذي أظهرته جميع القيادات والفعاليات الطرابلسية والذي يعكس الجوهر الحقيقي لطرابلس مدينة السلام والتآلف والعلم، أكد أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها بدعم كامل من السلطة السياسية لإعادة الأمن إلى طرابلس ونشره في باقي المناطق بموجب الخطة الأمنية المقررة. وكان سلام قد تابع تطورات الوضع في طرابلس في اتصالات مع رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ووزير العدل أشرف ريفي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومفتي طرابلس وشمال الشيخ مالك الشعار ونواب طرابلس، كما أجرى اتصالا بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جون قهوجي. وتلقى سلام اتصالا من رئيس مجلس الوزراء الأسبق سعد الحريري الذي أكد له دعمه للحكومة ومساندتها في جميع الإجراءات التي تقوم بها لفرض الأمن والاستقرار في البلاد. تابع الرئيس سعد الحريري تطورات الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير العدل أشرف ريفي ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وتشاور معهم في التطورات والجهود المبذولة على كل الصعد لاحتواء الأوضاع ومنع تفاقمها، مؤكدا دعمه الكامل للحكومة والجيش والقوى الأمنية والعسكرية في مهماتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال. كما أجرى الحريري للغاية ذاتها اتصالا بقائد الجيش العماد جون قهوجي واطلع منه على مجريات الأوضاع في طرابلس وهنأه بنجاح الجيش في ضبط الخلية الإرهابية في بلدة عصون منذ يومين، مكررا دعمه للجيش اللبناني في مهماته لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية. الرئيس فؤاد السنيورة أعلن أن ما شهدته مدينة طرابلس والشمال من اعتداءات على الجيش اللبناني مرفوضا رفضا تاما من قبل اللبنانيين ومن أبناء المدينة، مطالبا بعودة طرابلس إلى ذاتها وطبيعتها مدينة الانفتاح والاعتدال الحريصة على السلم الأهلي، وبالتالي ضرورة المسارعة إلى إنجاز تنفيذ وتطبيق الخطة الأمنية
توصلا إلى تحقيق شعار طرابلس مدينة منزوعة السلاح إلا السلاح الشرعي، وإخراج جميع المسلحين والعودة إلى تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز أو استثناء. الأوضاع الميدانية عسكريا وأمنيا في طرابلس والبقاع الشرقي ومناطق أخرى تناولها الرئيس نبيه بري مع قائد الجيش العماد جون قهواجي في عين التين. ومزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبرق الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستنكرا الجريمة الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري في سيناء، مؤكدا تضامنه الكامل مع القيادة والجيش والشعب في مواجهة التحديات في هذه المرحلة من حياة أمتنا وأوطاننا. وأكد الحريري في برقيته أن مخاطر الإرهاب والتطرف لا تتساوى مع مخاطر الاستبداد التي باتت تشكل لعنة حقيقية تنشر أوبئة الفتن والتخريب في شعوبنا ومجتمعاتنا وتعرض المسلمين واحدة من أعنف التجارب. وإذ شجب الحريري العملية الإجرامية كرر تضامنه مع الشعب المصري سائلا الله أن يعينه على مواجهة التحديات. كذلك أبرق رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان إلى الرئيس السيسي معزيا بضحايا العملية الإرهابية في سيناء ومؤكدا كامل تضامنه مع مصر جيشا وشعبا ومؤسسات في مواجهة الموجات التكفيرية العابرة للحدود والتي لا تميز لا بين البلدان ولا بين الأديان. كما شدد سليمان على الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب. من ناحية أخرى استقبل سليمان الوزير السابق روجيه ديب وبحث معه في الشؤون السياسية العامة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتهم جهات أجنبية بدعم الإرهاب في مصر والذي كانت آخر محطاته تفجيرات سيناء أمس حيث قتل عشرات من الجنود المصريين. السيسي أكد أن لا أحد يستطيع كسر إرادة الشعب المصري المصر على مواجهة التحديات. مجلس الدفاع المصري برئاسة الرئيس السيسي صادق على خطة مكافحة الإرهاب وأعلن حالات الطوارئ في مناطق عدة في شبه جزيرة سيناء. وفي سوريا والعراق تستمر غارات التحالف الغربي على مواقع داعشية خصوصا في ضواحي عين العرب كوباني السورية المقابلة للحدود التركية. من جهة ثانية قوات الأمن العراقية تستعيد معظم مناطق بلدة جرف الصخر قرب بغداد من أيدي الدولة الإسلامية. 6 ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش قرب بلدة عين العرب شنها طيران التحالف الدولي في خلال يومين بحسب القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. هذه الغارات تزامنت مع اشتباكات عنيفة في الجهة الشرقية من كوباني عين العرب بين مقاتلي داعش ومقاتلين أكراد يدافعون عن المنطقة كي لا تقع في قبضة داعش، علما أن القتال مستمر منذ أكثر من شهر. في هذا الوقت أعلن الناطق باسم البشمركة العميد هالكارد بحكمة أن 155 مقاتلا من البشمركة تم تجهيزهم في كردستان العراق استعدادا لإرسالهم إلى كوباني وذلك عبر الأراضي التركية. أما في العراق فقد أعلنت القيادة الوسطى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها شنت 12 ضربة جوية ضد أهداف للتنظيم في العراق منها أهداف قرب سد الموصل وقرب مصفات بيجي وعلى طريق الفلوجة. في اليمن معارك عنيفة في الرداع بين تنظيم القاعدة والجماعة الحوثية التي تتقدم في شكل ملحوظ في المحافظة. في محافظة البيضاء اليمنية اشتباكات عنيفة بين جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة مستمرة منذ ليل الجمعة وفجر السبت في منطقة الرداع، حيث سجل المسلحون الحوثيون تقدما ملحوظا بعدما كانوا منتصف الشهر قد سيطروا تماما على ميناء الحديدة. الحوثيون اندفعوا إلى مناطق تابعة لمديريتي القريشية والعرش في ظل مقاومة عنيفة من مسلحي تنظيم القاعدة والقبائل اليمنية المنضمة إليه في جبال مطلة على مناسح. الحوثيون كانوا قد احتلوا الساحة التي احتشد فيها عناصر الحراك التهامي أمام قلعة الحديدة التاريخية ونشروا مسلحيهم بكثافة وخصصوا أرقام هواتف للإبلاغ عن أي تحرك مسلح في المدينة التي تضم ثاني أهم ميناء في اليمن. معلومات أشارت إلى مقتل 3 من قيادات تنظيم القاعدة. أوساط الحياة أفادت أن الحوثيين سحقوا تمردا من أهالي تلك المناطق حيث حاول الأهالي النزول إلى الشوارع رفضا لتمدد الحوثيين.
الرئيس بري التقى وفد اتحاد الصيادلة العرب برئاسة نقيب الصيادلة في لبنان ربيع حسونة بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد 29 في بيروت، وجرى عرض للأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية. وكان الرئيس بري قد التقى الدكتورة رحاب علي صبرة التي قدمت له أطروحتها إشكالية المنهج وتأويل التراث في الفكر العربي المعاصر. الوزير بطرس حرب رأى أن لبنان من دون رئيس فاقد لمناعته، مشيرا إلى أن الخوف موجود من الجماعات التكفيرية، وعلى الجميع أن يعي خطورة الوضع. ابتسام عكوش. وزير الاتصالات بطرس حرب رأى أن لبنان من دون رئيس للجمهورية من الطبيعي أن ينعكس سلبا على جميع المؤسسات، مستغربا ربط رئاسة الجمهورية في لبنان مع التطورات الإقليمية، ومتسائلا هل توقفت الانتخابات في هذه الدول، مشيرا إلى أنه لا نستطيع أن نربط مصير ومستقبل وحياة لبنان الدستورية في اتفاقات الدول الإقليمية، ولا سيما العلاقات الإيرانية السعودية التي يمكن أن تتم ويمكن أن تطول. من هنا نقول إنه ما زال هذا البلد ما في رئيس جمهورية منتخب، ما زال هذا البلد فاخذ مناعته، معرض كل ساعة يصير في حادث كبير، وبالتالي قد يؤدي هذا الحادث إلى سقوط النظام السياسي بكامله. لا سمح الله اعتبر من تمام إسلام قدم استقالته أو قال قرر ما بده يتابع، أو لا سمح الله صار بشي تمام إسلام، كيف يصير البلد؟ تصل الحكومة لا في رئيس جمهورية ولا في حكومة، والمجلس عم تتهي ولايته، كيف نشتغل؟ كيف البلد؟ لا لا، اذا لا سمح الله الحل اللي عم بحكي عنه ما بعرف فين نبدل كمان المجلس، يعني لا مجلس نواب لا مجلس وزراء ولا رئيس جمهوريه، والبلد بألف خير، بس فلان يعمل رئيس جمهوريه فلان يعمل رئيس جمهوريه. الصراع السياسي له حدود، تنافس على المراكز له حدود. طيب اليوم حاسين كانه الترشيح فقط بدكتور جعجع والعماد عون، يعني ما كان ما انطرح حتى اسماء توافقيه وخطيبين؟ اولا مش مطلوب، خليني اشرح، في انتخابات ترشح دكتور سامي جعجع ولم ينل الاكثريه المطلوبه لم ينجح. ميشيل عون عطل نصاب للجلسه الثانيه، كان في امكانيه لو صارت الدوره الثانيه كان يمكن ترشح حدا غير دكتور جعجع، او دكتور جعجع يمكن يكون قدر حصل على المطلوب. هلا عماد عون عم بيعطل الانتخابات. النهار اللي بيقول لعماد عون قلت الكلام برجع بكرره وبتحمل مسؤوليته. النهار اللي بيقول لعماد عون انه نازل للجلسه تشارك بانتخابات رئيس جمهوريه، انا اكيد بهذه الجلسه سينتخب رئيس جمهوريه. وحول الوضع الأمني في لبنان والاستهداف الذي يطال الجيش اللبناني من قبل الجماعات التكفيرية، أكد الوزير حرب على وجوب أن يعي الجميع خطورة الوضع، لافتا إلى ضرورة العمل والبدء بإعادة بناء السلطة. الخوف موجود طبعا، من واجبات الجميع يفهموا مقدار الخطر ويحاولوا يلموا البلد. بداية لملمة البلد باتخاذ رئيس جمهورية، بداية لملمة إعادة تكوين السلطة هي اللي بتشكل المناعة للدولة في مواجهة الأخطار الخارجية، ولا سيما أخطار التكفيريين وأخطار الإرهابيين اللي عم بيحاولوا أن يزرعوا الإرهاب في المنطقة كسلاح سياسي. أن تعمل الحكومة إلى ضبط الأمن وتدعو إلى انتخابات نيابية جديدة، لأنه هذا المجلس أكيد رح يتبدد له، رح يتبدد له، إلا أنه لازم يتبدد، لازم يتبدد. تمام، بس أنه أنا اقترحت شيء، أنا مع النائب دوري شمون، انه هذا التمديد يجب ان يكون في قانون التمديد لولاية المجلس مادي او فقرة بتقول انه يجوز للحكومة بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد ان تدعو الى انتخابات نيابية ساعة اللي بترتقي وتنتهي ولاية المجلس بعد اجراء الانتخابات، وانه حتى لو ما تبنى سنتين وسبعة اشهر والحكومة قدرت بعد ست اشهر جديدة بعد انتخاب رئيس جمهورية انها تعمل انتخابات تسقط الولاية كلها سوا وبيبلش المجلس عن الانتخابات. ورأى الوزير حرب في حركة النائب وليد جنبلاط هي ملء فراغ سياسي معين، ورغم أنه يؤيده رأى أنها لن تعطي نتيجة. وحول لقاء البطريرك الراعي مع الرئيس سعد الحريري في فرنسا، قال حرب مهما كان هناك من طروحات واتفاقات، ما لم يتم تأمين نصاب لجلسة الانتخاب لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية. الوزير فرعون يشدد من البقاع على وجوب الحفاظ على صيغة العيش المشترك وتحسينها عبر انتخاب رئيس للجمهورية. دعوة للبنان إلى الحفاظ على رسالته رغم كل الصعوبات والتطرف أطلقها وزير السياحة ميشيل فرعون من البقاع، مؤكدا خلال جولته على رأس وفد من المجلس الأعلى للروم الكاثوليك لبلدات بقاعية رفض أي نظام يعتمد على الظلم والعنف والدم. فرعون الذي وضع الزيارة في إطار تقوية المعنويات والاطلاع على الهواجس الموجودة
شدد على وجوب الحفاظ على صيغة العيش المشترك وتحصينها عبر انتخاب رئيس للجمهورية. المنطقة اليوم هي رمز، رمز للدفاع عن السيادة. نعم، مثل ما علمونا جدودنا أنه معركة الاستقلال والعيش المشترك بدأت من راس معلبك وبعلبك وهالمنطقة، اليوم معركة السيادة هي موجودة بالمنطقة. ونحن بس عم نحكي عن الدفاع عن السيادة ما بندخل لا بطائفة ولا بمذهب ولا حتى بحزب لبناني، عم نحكي السيادة، عم نحكي الدفاع عن الشعب عن الجيش اللبناني، عم نحكي السيادة بعرسال والسيادة بالهرمل والسيادة بالأشرفية والسيادة بزحلة والسيادة بجودية بكل لبنان. هذا مفروض يجمعنا. نحن اليوم ما فينا نضل عايشين خلافات صغيرة بس يكون سيادة الوطن على المحك. ومع الدفاع ودعم الجيش اللبناني وغطى الجيش اللبناني ومع الدفاع عن الحدود ايضا من ندافع عن قيمنا، عن صيغتنا، عن ميثاقنا. هذه الصيغه اليوم اللي بركي منا مثاليه فيها تتحسن، انما بتجمعنا وبتخلينا يكون عنا وطن، يكون عنا مؤسسات طبعا نحصنها من خلال انتخاب رئيس لجمهوريه. برعاية رئيس مجلس الوزراء ممثلا بوزير العمل سجعان قصدي، افتتح المؤتمر 22 لنقابة الصيادلة بعنوان الأمن الدوائي في الوطن العربي. وخلال حفل الافتتاح كانت كلمة للوزير قصدي، أكد فيها أنه لو اعتمدت أو اعتمدت الدول العربية تجربة الديمقراطية لما كان العالم العربي انتقل إلى ثورة وفتنة وحرب. ونوه قصدي باستلام نقيب الصيادلة ربيع حسونة رئاسة الاتحاد العربي للصيادلة. مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي تأكيده أنه لا يوجد أي مبرر لعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وشدد في لقاء مع أساقفة وممثلي الكنائس الشرقية في سيدني على ضرورة أن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في انتخاب رئيس جديد، ودعا المسيحيين في العالم وبخاصة في لبنان إلى عدم الخوف، لافتا إلى أن الشرق الأوسط اليوم في أمس الحاجة إلى سماع لغة الإنجيل. وطالب البطريرك الراعي الأسرة الدولية بوضع حد للحروب التي أصبحت أهدافها واضحة، وهي مصالح سياسية واقتصادية وتجارة سلاح، مشددا على ضرورة وضع حد لدعم الحركات الأصولية والإرهابية ووقف تغذيتها بالسلاح، وحث الدول التي تسهل مرور المرتزقة والتنظيمات الأصولية إلى أماكن القتال على وضع حد لهذه الاعتداءات. الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أكد في حديث لتلفزيون لبنان أن تفويض اليونيفيل واضح ومحدود بالخط الأزرق جنوبا، لافتا إلى أن لا نية حتى الآن في أن يشمل القرار مناطق أخرى في لبنان. أما ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية، برزت إلى الواجهة مطالبة البعض بانتشار قوات اليونيفيل عند هذه الحدود، مطالبة رأى فيها الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تانتي غير قابلة للتطبيق، إذ أن القرار 1701 يتحدث عن تفويض محدود متعلق بالجنوب، لافتا إلى أن لا نية حتى الآن في أن يشمل مناطق أخرى في لبنان. تفويض اليونيفيل هو تفويض واضح محدد عند الخط الأزرق، وليس لليونيفيل أي دور في سوريا. وجودنا هنا على الحدود بطلب من الحكومة اللبنانية، ونطبق تفويضنا بناء على القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية ومساعدة الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب. وردا على سؤال عن الاجتماع الثلاثي برعاية اليونيفيل بعد عملية شبعة، شددت انتي على أن الفريقين أكدا الالتزام بالمحافظة على الهدوء والاستقرار، لافتا لأنه عند رصد أي تحركات مشبوهة في جنوب لبنان يتم الإبلاغ عنها بالتنسيق مع الجيش اللبناني. في مدينة جبيل قصر عدل جديد يليق بأقواس العدل وموازينه. عيسى أبو عيسى. العدل أساس الملك والحرف أساس الأبجدية، وفي جبيل مدينة الحرف أول قصر عدل جبيلي بالمعنى المتكامل، سوف تنقل إليه تجهيزات المبنى العدلي القديم إلى البناء الجديد لقصر العدل الجبيلي الذي قدمه رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا بيسيل، وتمت ترجمة بنائه بعد زيارة وزير العدل أشرف ريفي إلى جبيل، وبالاتفاق مع رئيس البلدية زياد حواط ونقابة المحامين. جولة للزميل عيسى أبو عيسى وكاميرا تلفزيون لبنان في المبنى،
حواط تحدث عن كيفية انطلاقة الفكرة. والفكرة الأخرى إيجاد قطعة أرض وتأمين البناء المطلوب والمستلزم مراعاة مع مواصفات مدينة جبيل وتاريخ جبيل وثقافة جبيل. المرحلة الأولى بلشنا ننبش على كيفية بناء المبنى المطلوب، وأمنا بفضل وتعاون وسخية الدكتور فرانسوا بيسيل قدمنا مشكور مبنى بنك بيبلوس في قلب مدينة جبيل تيكون مبنى عدلي إلى حين إيجاد قطعة الأرض وبناء العمار. صار في أجار رمزي بين بنك بيبلوس ووزارة العدل من أجل تأمين من أجل أجار هذا المركز، وخلصت الإجراءات القانونية ورح يبدأ العمل فيه في القريب العاجل من أجل تأهيله وترميمه وتظبيط الأمكنة، لأنه بتعرف تقسيمات البنك غير تقسيمات العدلية، بدك تعمل أوسي كبير، بدك تعمل مكاتب للقضاة، بدك تعمل مكاتب للمحامين، بده يكون في مخفر، بده يكون في سجن صغير، نظارة صغيرة، بده يكون في حماية أمنية معينة، بدك كل هالأمور رح يبدأ العمل فيها بأسرع وقت ممكن. بتصور أول ربيع 2015 أنا بوعد الجبيليين، بوعد جميع المحامين في قضاء جبيل وفي لبنان أنه بجبيل حتكون هالمدينة الملتزمة بالقانون، هالمدينة المؤمنة بالعدالة، حيكون في قصر عدل مؤقت إلى حين إنشاء القصر العدل المرجو في جبيل. في مدينة أحرام قصر عدل جديد يليق بأقواس العدل وموازينها. مع اقتراب موعد الذروة لصيد الطيور البرية، الصيادون ينتقلون إلى البقاع لصيد ما تيسر. المطوى، الفر، السمن، الكيخن والسنوج هي أبرز أنواع الطيور التي يلاحقها الصيادون في لبنان في المناطق البرية القريبة من الحدود مع سوريا. وتشهد الفترة الممتدة ما بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني هجرة الطيور من أوروبا إلى لبنان، حيث يستغلها الصيادون لليل صيد ثمين. موسم الصيد لهذه السنة ككل سنة يستقطب الصيادين من كل أنحاء لبنان، ما يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي في المنطقة. من هلأ وبالطالع ببلش يمرق النص، والله يبعد الدولة عنا. ايه مطوى فر شو بيطعني هيك بالتيكال، بس الطيور اللي بتقضي على الحشرات بنسيطر. وفقا لدراسة قامت بها الحركة البيئية اللبنانية، يعتبر لبنان ممرا لحوالي 400 نوع من الطيور المهاجرة من ضمن 37 نوع من الطيور الحوم، ويبلغ عدد الصيادين في لبنان بين 200 ألف إلى 600 ألف شخص، أي ما يعادل 14% من سكان لبنان. في الختام نذكركم بتأخير ساعاتكم ساعة عملا بالتوقيت الشتوي. ملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.